الآن دعوة غير المسلمين، يهود، نصارى، مجوس، بوذا، نعم، كيف ندعوهم؟ أقول زلنا برا أن يكون بين سيكا لكي نعنشو أن يريد في الإسلام زلنا وعقد في الإسلام. أحسن طريقة وأفضل طريقة ما هي؟ يزن لفهم زفارة نسارة لكي تسفل ريمولو المناظرة. زلوي فهم برساعة كيف نحول جنكيفت يقول أنتم النصارى عندكم نعم قل له أنتم النصارى عندكم كذا أخطاء زلوي تسفل زلنا بارا نسمي سبيل الساحي متين ووشكا ميسي ميتوي فادسون يريق ساحة سبب مكي زنبرا مزلزن لكريستان زن إلى سايتس كم قولوا أن مرو كريستيانا دي ميسي فا دي شونا كاكم زوك إلى سايتس كم دينا زي سابت زد منو بيوزا من ريسك هذه خطأ هذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال نفهم ويسا مزيزا دي ناجو سميت بفهم زرابتو لو سيكا سيكا زن مت ميرسيرس ميرسيرس زد سيكاوي أم نالالانين زن وكي يسكن تشبه الإسلام زن يتعاد من الإسلام كم دي منيت وي ام ناريوني ام بوك ناريوني متين فوي بوشن زاوي ها ديميت كتيرا كا ديسا ديسا ينتيني دي انا بارا ان يكون بفنو بانا نمي تسيبيت ساشا طاوي وي تسيكم بيتالي كان اولا في من الاسلام لان لو تقول انتم النصارى عندكم يقولوا انتم المسلمون عندكم ولا ننتهي سفيري انا بارا بنتين اني ميت فكورا بوليس مرو اسلام هوني فانا وانزوكو اسلام انزوكو تسيسر ايلام لا نفتح لهؤلاء باب الشبهات سيكا زلنا بارا نسمي لما نوكا تزاوغا زنزلو الشبهات زنو يزاوغا تاني تحنبيسي ناحي ياحي بروبليم زني أمري هذا السفري النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قم ناصر الله سلام أنا بارا دينا ديف الصحابة نكري أن شنوي معاذ تاني كان يمين قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يهود ونصارى عندهم كتب عندهم علم إذا قلت لهم أن أنتم معاذ يهود غرقنان لكان ديم زنكان إيمين زن زنكان زن ديم ميسن روحوك أهل الكتاب روحوك زن أن فسن الله سبحانه وتعالى بوك تولوها بيد النصارى والكريستيان نسير الجيوس لم يقل له ناظرهم ناقشهم فقام نانسي نقول لك أن معاذ تم زيوه إيهم إلى مفهم كان كان يمجو إلى من ودفع عنجو سيزيلنا بنا من قمنا قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. زي زملي مسلم بن عبد توحيد. زابت قلوني يكيها نوانجوا دي أنسو يجريو من تنوي سميس تنحار زي دوك الميج بكوي أبسي الله. إذا أحسن طريقة أن ندعوهم للتوحيد. زانوي نيج نا نفهم زي فرنسا زان ينشو سيكا دي مولي دي نتين لا إله إلا الله. نعم.